السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السرو الليموني او السرو الايطالي من اغلى انواع السرو، ومن السهل جدا ان احنا نزرعه، ومش شرط تكون عقلة تخينة او عقلة كبيرة. اي جزء من نبتة السرو هينفع ان احنا نزرع بيه العقلة. بنفس الطريقة انا هاخد قمة نامية، هاخد فرع يكون جانبي وفرع ضعيف، وده سهل ان احنا نقدر ناخده من اي حد يكون عنده نبتة السرو، وهشيل الخلايا الميتة من الاسفل بنفس الطريقة. افضل موعد دي الزراعة هو شهر 10 وشهر 11، ولو الجو برد شديد عند حضرتك هنغطي بيه ازازة مية او ببلاستيك، لو الجو معتدل فمش محتاجين ان احنا نغطي. بنفس الطريقة بعد ما شلت المحاء الخارجي نفس الشكل، لو عندي هرمون تجذير الوفيرا او هرمون تجذير همسح الجزء السفلي بيه الوفيرا او بهرمون التجذير، وهفتح فتحة وازرع فيها السرو واثبته بشكل جيد. افضل موعد دي الزراعة هو شهر 10 وشهر 11، ولو الجو برد شديد عند حضرتك هنغطي بيه ازازة مية او ببلاستيك، لو الجو معتدل فمش محتاجين ان احنا نغطي. ولو غطينا بيه ازازة المية او ببلاستيك هنراعي ان النبتة ما تتخنش. هنا انا تعمدت احط الازازة في مكان صغير ويهروي من بره، لان المية لو داخل كتيرة هتؤدي الى خنق النبتة، هترتفع نسبة الرطوبة وهتخنق النبتة. وفي أي وقت هلاحظ وجود رطوبة عالية داخل الإزازة ضروري جدا إن أنا أفتح الإزازة، وبعد ما بحط الإزازة من الضروري إن أنا أفتح الغطاء عشان أهوي المكان، لأن إحنا لما حطينا الإزازة أصبح في داخل ضغط عالي. بنفس الطريقة هروي، وهروي ري غمر ولكن من خارج الإزازة. هنا ما شاء الله أصبح عندي نبتة سرو. هنطلع النبتة من القصيص وهنشوف المجموع الجذري بنفس الطريقة، وهراعي ان انا ما اضرش بالمجموع الجذري اثناء ما هطلع النبتة من القصيص. اصبح عندي مجموع جذري ما شاء الله جيد. المجموع الجذري في السرو او نبات السرو بشكل عام نمو بطيء، سواء نمو خضري او نمو المجموع الخضري او نمو المجموع الجذري. هزرع النبتة في القصيص يكون اكبر بنفس الطريقة، وهقفل على النبتة. زراعة السرو تعتمد على نقطتين اتنين، النقطة الأولى هو ميعاد الزراعة المناسب، والنقطة الثانية هي ري النبتة بالطريقة الصحيحة. لو حضرتك شايف إنك استفدت من محتوى الفيديو ما تنساش محمد يدي بدعوة طيبة، وما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك.